قصة أذكرها بتصرف عن رجل من أهل هذه البلد جلس في السجن 15 عاما خلف القضبان. وفي ليلة من الليالي بعد أن أرخى الليل سدوله وجد نفسه في زنزانة السجن، اتهم بالقتل وحكم عليه بالقصاص. كيف كان ذلك؟ قال: ما إن وصل من دورة عسكرية وكانت الفرحة ترفرف بقلبه ومشاعره، وكان يحدث نفسه عن ليلة الأنس ووقت اللقاء بالأطفال والأقارب والأحباب، وبعد وصوله بثلاث ساعات والابتسامة تعلو شفاه الأسرة ويداعب الأطفال، فجأة وبدون مقدمات جاء من يطرق الباب بشدة، وخرجت فإذا برجال الأمن يسألون عني بالاسم كاملا، فطلبوا مني مرافقتهم للشرطة، وكنت لحظتها مطمئنا. قال: كانت المفاجأة المدوية والتي هزت كياني وأفقدتني القدرة على التعبير، حيث وجه الضابط المناوب تهمة القتل العمد لي. قال: أنت قتلت المواطن فلان ابن فلان وأنت مطلوب للعدالة. يقول: اسودت الدنيا في عيني وفقدت اتزاني ولم أصدق ما أسمع. حاولت إقناع نفسي أن التهمة قد تكون لغيري وأن الاسم مشابه أو أن هناك سوء فهم أو أي خطأ، لكن المفاجأة زادت اتساعا بعد التحقيق معي بشكل جاد، وأدخلت الزنزانة وازدادت المصيبة بعد أن أوضح لي المحققون أن إنكاري لا يقدم ولا يؤخر، لأن الشهود موجودون ويؤكدون صدق التهمة وأنني القاتل الحقيقي. يقول: واصلت بالدفاع عن نفسي ومحاولات تبرئة نفسي حتى تمت إحالتي للقضاء، ولقد ظهر لي أشخاص لا أعرفهم شهدوا أنني القاتل، والأدهى من ذلك أنني وربي لا أعرف القتيل ولا أعرف الشهود. وجلست في السجن 15 عاما لأن أبناء القتيل قُصّر، فبعد مرور هذه السنوات لم يعفو الأبناء ولا الوكيل الشرعي، بل طالبوا بالقصاص. وبعد 15 عاما من الهم والغم والآلام والمعاناة جاءت المفاجأة الكبرى. ففي صباح يوم الجمعة طلب مني رجال الأمن الاستعداد لكتابة الوصية، وأبلغوني أن هذا آخر يوم في حياتي وأن وقت التنفيذ للقصاص علي حان وقته، ولقنوني الشهادة وكتبوا صك الوصية. بعد ذلك اقتادوني إلى ساحة القصاص، وكانت الجموع كبيرة، ورجال الأمن قد عملوا سياجا كبيرا حول الساحة، وكان ذكر الله لا ينقطع عن لساني، وتم تثبيتي بالعمود وإغلاق عيني، وبدأ المسؤول في تلاوة البيان. يقول: وفي هذه اللحظات ذكرت الله ودعوته وقلت: ربي إنني مظلوم، وأنت الصادق في وعدك، وأنت تسمع دعوة المظلوم، وأنا مظلوم وأنت علام الغيوب، فوضت أمري لك، لا إله إلا أنت لا شريك لك. قال: والله لم أكمل دعائي أثناء تلاوة البيان حتى سمعت أصواتا عالية وصراخا مرتفعا، وسمعت صوت رجل يقول: لا تقتلوه أنا القاتل، لا تقتلوه أنا القاتل. سبحان من يسمع نداء المظلوم، سبحان من يسمع أنات المضطهدين. يقول: وتبع ذلك أصوات كثيرة، لم أعد أسمع ما حولي، وتوقف البيان عن التكملة، وسمعت أحد رجال الأمن يقول: هؤلاء الشهود يعترفون أنهم القتلة، وسمعت آخرين يطالبون بسرعة تنفيذ القصاص، واستمر الجدل طويلا. ف
فبقيت في مكاني مكتوف الأيدي مربوط القدمين والعيون مغطاة. ثم يقول: اتضح الحق وزهق الباطل، وأنطق الله الشهود في آخر لحظة. يقول: فجاء الأمر بإيقاف القصاص بي، وخرجت للدنيا مرة أخرى كمولود جديد. لا إله إلا الله، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. لا إله إلا الله هو ناصر الضعيف ومفزع كل ملهوف. لا إله إلا الله، من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا إله إلا الله، من دعاه أجابه، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. جاءت امرأة إلى بقي الأندلسي فقالت له: إن ابني قد أسرته الإفرنج، وإني لا أنام الليل من شوقي إليه، فليس لي ليل ولا نهار، ولا صبر ولا قرار. فقال: انصرفي حتى ننظر في ذلك إن شاء الله. وأطرق الشيخ وحرك شفتيه يدعو الله لولدها بالخلاص، فذهبت. فما كان غير أيام حتى جاءت وابنها معها، فقالت: اسمع خبره يرحمك الله. فقال: كيف كان أمرك؟ قال: إنني كنت في من يخدم الملك، ونحن في القيود، وبينما أنا ذات يوم أمشي إذ سقط القيد من رجلي، فأقبل علي الموكل بي فشتمني وقال: أفككت القيد؟ قلت: لا. قال: من فك القيد من رجليك؟ فقلت: والله لا أدري، ولكن سقط ولم أشعر. فجاءوا بالحداد فأعادوه مرة أخرى وسمر مسماره وقيد رجله، ثم يقول: قمت. فسقط مرة أخرى ذلك القيد. قال: فسألوني، قالوا: هل لك والدة؟ قلت: نعم. قالوا: اتركوه وأطلقوه، فإن خلف هذا دعوة مستجابة، إن خلف هذا دعوة مستجابة. فيقول: أطلقوني. فسأله الشيخ عن الساعة التي سقط القيد من رجليه، فإذا هي نفس الساعة التي دعا له فيها الشيخ. وإني لأدعو الله، والأمر ضيق علي، فما ينفك أن يتفرج. ورب فتى ضاقت عليه وجوهه، أصاب له في دعوة الله مخرجا. لا إله إلا الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا إله إلا الله، قريب يسمع ويجيب، ويعطي البعيد والقريب، ويرزق العدو والحبيب. لا إله إلا الله، قريب يغيث الأحزان ويشبع الجوعان، ويسقي الظمآن ويتابع الإحسان. لا إله إلا الله، قريب عطاؤه ممنوح، وخيره يغدو ويروح، وبابه مفتوح، حليم كريم صفوح. لا إله إلا الله، قريب يدعوه الغريق في البحار، والضال في القفار، والمحبوس خلف الأسوار، كما دعاه عبده في الغار. لا إله إلا الله، قريب فرجه في لمحة البصر، وغوثه في لفتة النظر. المغلوب إذا دعاه انتصر، اطلع فستر، وعلم فغفر، وعبد فشكر. لا إله إلا الله، قريب جواد مجيد،
لا ضد له ولا ند ولا نديد، أقرب للعبد وربي من حبل الوريد، على كل نفس قائم وشهيد، محمود ممدوح حميد، لا إله إلا الله، قريب دعا المذنبين للمتاب، وفتح للمستغفرين الباب، ورفع عن أهل الحاجات الحجاب، فهل لا قرعتم الباب وناديتم العزيز الوهاب، كما دعاه عبده يونس فجاءه الجواب، فنادى في الظلمات أنه لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. فماذا كانت الإجابة؟ اسمعوا الإجابة، قال الله فاستجبنا له، استجاب الله له بعد أن سمعت الملائكة صوته، وقالت صوت معروف من عبد معروف ناداه في ظلمات ثلاث، في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الحوت، فسبحان من سمعه من قعر البحار، وهو على عرشه واحد قهار، ونادي إذا سجدت له اعترافا، كما ناداه ذو النون بن متى، وأكثر ذكره في الأرض دابا، لتذكر في السماء إذا ذكرت، لا إله إلا الله، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، أين أنتم؟ أين أنتم يا أهل الحاجات؟ أين المرضى؟ أين المديونون؟ أين المستضعفون؟ لماذا طرقتم الأبواب كلها ونسي الكثير منكم باب الله؟ لا تسألن بني آدم حاجة، وسر الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب.